خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جوهانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. الجو لسه برد طبعا شديد. صباح الفل بس يا جوهانا، الجو بقى احسن شويه يعني بقى لنا يومين. بقى لنا ابتداء من اول الاسبوع، ابتداء تحديدا لا بقى لنا من يوم السبت ابتدى شويه يحصل شويه استقرار نسبي. على العموم احنا هنعرف التفاصيل طبعا من دكتوره منار، لكن دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال المرور، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي بما ان الناس بدات تنزل. وطبعا هنبدا جولتنا المرورية من محافظة القاهرة وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وشوارع تانية. هنلاقي ان في سيولة مرورية على طريق الكورنيش، هنلاقي ان في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في بعض الكثافات المرورية والمستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية وهنلاقي ان في سيوله مروريه. في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي لكوبري اكتوبر، ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وصولا الى الدائري. عايزين ناخد بالنا انه تم غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيده عائشه، وده تمهيدا للبدء في اعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقه الفسطاط. نروح مع بعض دلوقتي لمحافظة الجيزة، هنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان تكونت بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات ولكنها بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. بيشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية، بينما يشهد طريق المريوطي الدائري للمتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية في سيولة مرورية. كمان شهد شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة. نروح مع بعض دلوقتي لشارع ترسة، هناك في بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية المتحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، وبيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. نروح دلوقتي لمحافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكنها اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب اي كثافات مرورية بتظهر بالطريق والمنع ظهور اي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. هنكمل جولتنا المرورية دلوقتي ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي إن في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد حاليا كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء،
في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24، أقل درجة حرارة في كاترين 13 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية.